You're listening now to The Real Estate Lab with Bigut. السلام عليكم، معكم نور بحلقة جديدة من Real Estate Lab مع بيوت. اليوم معنا أحمد أبو سنينة من شركة الميرة العقارية، المدير التنفيذي. أهلا فيك، ورح نحكي عن آخر مستجدات سوق العقارات في أبوظبي. أحمد كيف حالك؟ يا هلا بك. أهلا أحمد، تقدر تحكي لنا شوي عن شركة ميرة العقارية وكيف بدأت؟ شركة الميرة العقارية تأسست 2020. الحلو في الميرة العقارية هي ميكس من خبرات كثيرة. احنا في الميرة العقارية بنركز على الكواليتي مش على الكوانتيتي. ما عندنا كمية كبيرة من الناس، بس اغلب الناس عندنا فاهمين، عندنا تريننج يومي، اغلب الناس عندنا فاهمين كل العقارات الموجودة في أبوظبي. عندنا فرع في جزيرة السعديات، اما مش السعديات قريب البحر، عندنا فرع في جزيرة الريم، عندنا برج ازور اكسكلوسيف مع الميرة. احنا بنبيع عقارات مع 5 سنين دفعات بعد التسليم، وهي لاول مرة بتصير في أبوظبي. عندنا فرع في دبي. بدك تحكي عدد الموظفين في شركة الميرة بحدود 170-180 موظف كل الأفرع. تركيزنا اليوم مش إنه بس نبيع، تركيزنا نعمل علاقة ممتازة مع الزبائن ونبني علاقة للمستقبل، لأنه إحنا استشاريين. أنا دائما بحكي للموظف عندي إحنا استشاري، إحنا مش فقط هدفنا نبيع اليوم ونروح، لا، هدفنا اليوم زبون نعيش معاه لحد ما يسلم ويسكن، ونحب يبيع ويعرف انه احنا بندله على الطريق الصحيح في الاستثمار العقاري. الله يعطيكم العافية، واكيد خبرة طويلة. خبرتني انت صار لك بالسوق اكثر من 17 سنة. نعم فحفظنا كل المشاريع، وعلى فكرة انا اغلب الناس عندي ما شاء الله مع خبرة، يعني عندي ناس خبرة 7 سنوات 8 سنوات، وكل موظف عندي فاهم العقار من A to Z، وأكيد من الأسماء المعروفة في أبوظبي. أحمد، تقدر تحكي لنا لمحة عن كيف أداء سوق العقارات قيد الإنشاء في أبوظبي؟ شوف، سوق العقارات في أبوظبي أو قيد الإنشاء في أبوظبي ممتاز جداً. الحلو في الموضوع في أبوظبي التنظيم اللي موجود، عدد الديفلوبرز الموجودين في أبوظبي، المشاريع في كل المناطق اللي بتنزل بيكون حولها الحدائق، بيكون حولها الباركس اللي بتصير، الأسماء العالمية اللي بتجي أبوظبي. لو بدينا مثلا بجزيرة السعديات، اليوم عندنا 6 متاحف عالميات، وهي طبعا مش موجودة ولا بمكان في العالم. الشاطئ اللي موجود في جزيرة السعديات أتوقع من أفضل الشواطئ على مستوى الشرق الأوسط. نوعية الرملة هناك، يحكوا عن الرملة البيضاء اللي موجودة هناك، مش موجودة في أكثر المناطق اللي موجودة حوالينا. كمان التسلسل في المشاريع اللي بتنزل، البراند اللي صار ينزل على أكثر المشاريع بأسماء زي اللوفر ريزيدنس، زي الأرت هاوس، عندك أسماء فنادق كمان صارت تدخل أبوظبي. هاي كلها أعطت قيمة ورفعت أسعار العقارات كثير في أبوظبي. وأنا كنت أحكيها للناس حتى على جزيرة السعديات إن هي جزيرة الأحلام، فيمكن توصل ليوم ما نقدر نشتري جزيرة السعديات، لأنه فيها شغلات كثيرة بتفتح، ولسه في مشاريع مقبلة كمان برضو حتعطي قيمة أكبر لأسعار العقارات في أبوظبي. تمام. لو منتطلع على سوق العقارات قيد الإنشاء قبل 5 أو 10 سنين، نعم، قديش فرق في أبوظبي عن؟ والله فرق كتير. يعني أنا كنت أتذكر 2015-2016 لما بدينا نبيع في جزيرة السعديات، جزيرة ياس، البلان موجودة لـ10 سنين، وهي شغلة مميزة ومش أتوقع مش موجودة في أي دولة في العالم، إنه أنت تعمل بلان لـ10-15 سنة وتبدأ في المشروع على هوا البلان أو على ترتيب البلان بترتيب تنظيمي يعني ما سبق. فعلا يعني إحنا شفنا شغلات إحنا ما توقعنا إنه المشاريع هاي كلها تيجي تتابعا بنفس القيمة وبنفس الأسماء وبنفس الترتيب. فالسوق بـ 2015 كنا ننصح كثير الناس تشتري، وهذا اللي صاير اليوم. الشقة كانت في 2015 بـ2 مليون مثلا في جزيرة السعديات، اليوم نفس الشقة بـ7 مليون، بـ5 مليون مثلا 3 غرف، اليوم بـ20 مليون. الأرقام اللي وصلت أرقام كبيرة، وكنا متوقعين هذا الكلام. لما أنت تحكي اليوم أنا عندي جزيرة السعديات في 6 متاحف هتفتح، فتح اللوفر ارتفعت شوي الأسعار، هلأ في جوجنهايم، في متحف الشيخ زايد الله يرحمه حكيم موجود كمان. هذه المتاحف اليوم رفعت قيمة العقار بشكل كبير. فكرة انه يكون عندي اليوم انا منطقة ثقافية مش موجودة في العالم، صح. يعني اي مكان في العالم في اي دولة بيكون عندك متحف متحفين، وبيكون في بعاد عن بعض، يعني مش بنفس المنطقة. اليوم في أبوظبي المتاحف في منطقة واحدة وعلى البحر،
فهذا مش موجود يعني، هاي شيء جديد على الناس، خلت الأجانب أو أغلب الناس من خارج الدولة يكون عندهم اهتمام كبير في المشروع، اهتمام يشتروا في أبوظبي ويتسابقوا على شراء الوحدات. في وحدات اليوم في أبوظبي تحت الإنشاء عملنا عليها عادة بيع بالأربع وخمس مرات، يعني بدأت بسعر وانتهت بسعر. ولو نحكي على الطرح يعني جديد مثلا 2022، احنا 2024، المشاريع اللي انطرحت ب 2015 مميزة كبير، الناس استلمت سكنت وارتفع السعر الدبل، فهو استفاد إيجار مجانا بالفترة اللي تواجد فيها، بلس انه ربح كمان الضعف لو حب يبيع. صح، فهي من المميزات اللي موجودة في أبوظبي كمان صراحة. ممتاز. هلأ ذكرت انت وجود المتاحف، نعم، بالمناطق، اكيد في البنية التحتية بشكل عام بتأثر على العقارات. نعم أكيد. وجود مستشفيات، وجود مدارس، نعم، في المشاريع قيد الإنشاء كيف برأيك برضه بتأثر على؟ أكيد، ما هو أنت اليوم عندك أي زبون خاصة الانترناشنال اللي هو جاي جديد على الدولة بسأل عن الأمور هاي، بسأل عن المدارس، شو أنواع المدارس. الحلو في أبوظبي تنوع المدارس الموجودة، مدارس فرنسية، مدارس إنجليزية، كل أنواع يعني. هلأ حاليا في بلان لمدارس صينية، في مدارس روسية هتكون موجودة هنا، تكون متواجدة بالقرب من مشاريع قيد الإنشاء برضه. كل مشروع في أبوظبي، كل كومباوند بيكون في بارت إنه يكون في عندك مستشفى ريتيل، توصل لمرحلة إنه الناس ما تفكر تطلع برا المجمع إذا احتاجت أي شيء. وهي ميزة كبيرة كمان موجودة في المشاريع، خاصة أنت بتحكي بين جزر، جزيرة الساديات، جزيرة ياس، عندنا جزيرة الرمحان كمان. جزيرة الرمحان إلى تقريبا سنة ونص ما شاء الله يعني الارتفاع وصل ل50% بالأسعار. فهاي ميزات كثيرة في أبوظبي، المناطق قريبة على بعض، ما في ترافيك، الناس مبسوطة، نسبة الأمان يعني أأمن منطقة في العالم. فهاي كلها مميزات بتعطي حافز إنه الناس تشتري، اللي تأخر بالشراء لازم يشتري اليوم لأنه برضو بكرة حيلاقي الأسعار صارت أعلى وبرضو حيندم يعني زي ما بقولوها. صح. طب هلا زي ما قلت لي انت عم تعطيني المزايا اللي بتقدمها الإمارة كأبوظبي، نعم، لأي حدا بده يشتري عقارات قيد الإنشاء، المشروع نفسه ايش المزايا اللي انا بقدر احصل عليها؟ يعني لفرضا انا بدي اشتري مشروع قيد الانشاء، انا كمشتري ايش المزايا اللي ممكن احصل عليها؟ شوف الميزه في أبوظبي اليوم انه ما عندك تنوع كثير في المشاريع عشان يحافظوا على القيمه وترفع القيمه. يعني مثالا اليوم انا بدي فيلا على البحر مباشره، عندي خيارين او ثلاث. عندي بادجت معين في منطقة معينة بروح عليها، عندي بادجت كثير عالي في منطقة واحدة مثلا موجودة بهذا البادجت. نظام الدفعات اللي موجود في أبوظبي بوصل ل 30-70-40-60، 5% دفعة أولى، 5% بعد 6 شهور، في ترتيب، في دراسة بعد التسليم. ما في مشروع في أبوظبي اليوم بنطرح إلا بدراسة، يعني بلدية أبوظبي مشكورين اليوم، أي مشروع بنطرح عليهم بيعملوا عليه دراسة وبيعملوا عليه تعديلات وبوافقوا عليه أو ما بوافقوا. فما في مشروع عبثا بنطرح في أبوظبي، كل مشروع له دراسة إنه خلال 4-5 سنوات يوصل لرقم معين، نسبة رقم الإيجار اللي حيكون له رقم معين. عشان هيك إذا بتشوف اليوم في أبوظبي أعلى عائد استثماري موجود أتوقع في العالم، إحنا بنحكي من مينيمم 8-9%، وفي عقارات اليوم وصلت ل15%. أنا عملت دراسة على أغلب دول العالم، ما في دولة بتعطيكي نفس الرقم بهذا العائد الإيجاري، يعني عائد إيجاري جدا ممتاز. هذا برضه بيشجع المستثمرين يشتروا، الناس شايفه بعينها الايجارات بترتفع، وهذه ميزه ترى مش سيئه. طبعاً. انا كل ما ارتفع الايجار ارتفع سعر العقار، عملت منافسه اعلى في السوق. طب ايش اكثر المشاريع طلب، وانت ايش اكثر مشروع متحمس تشوفه جاهز؟ والله شوف اليوم انا يعني اكثر منطقه اتمنى اشوفها جاهزه ومكتمله جزيره الساديات وجزيره رمحان. والله اغلب مشاريع أبوظبي، انا ما اقدر احكي عن مشروع واحد، زي ما حكيت لك التنوع اللي موجود اعطى قيمه كبيره. يعني شوف اليوم انت عندك جزيره ياس، اليوم جزيره ياس اكتيفيتيز، كل الاكتيفيتيز اللي موجوده او بتخطر على بال الناس فيها من الحدائق، وارنر براذر، سي وورد، فراري، ياس مول، البيت، كل إشي اسمه اكتيفيتيز موجود هناك. الناس الرايقه اللي بدها ثقافه، بدها متاحف، بدها هدوء، تروح السعديات. حتى الشاطئ في السعديات، طبيعة المي هناك، طبيعة الشاطئ. اليوم أنا يعني شوفي أنت ميزة اليوم، وهذا أنا سمعتها من الزبائن الانترناشنال، إني أنا أنزل في منطقة واحدة ووكينج، يعني أمشي أدخل لوفر، أطلع من لوفر أدخل جوجنهايم، أطلع أدخل متحف الشيخ زايد، جم متحف الشيخ زايد عملوا مول. هاي الشغلات كلها يعني بتخلي اليوم السائح يجي
يقعد له مينيمم 10 15 يوم، ما بقدر، ما في شيء اسمه يومين، ما بلحق، ما بلحق. بعد ما يخلص بده يطلع على جزيرة ياس اللي في المناطق هاي، بعدها بده يروح مثلا على الريم ايلاند، المولات اللي موجوده داخل مدينه ابو ظبي، يطلع على الحداريات. جزيره الحداريات اليوم كل الاكتيفيتيز السبورتس موجوده هناك. طب هاي الميزات مش موجوده بياس. صار زي كل منطقه لها ثيم. بالضبط، كل منطقه لها لها، برجع بقول لك، في طابع معين، في فيجن، في هدف، في رؤيه ل 10 15 سنه. تمام. هلا نظرتنا اكيد للسوق ايجابيه وكل النتائج اللي عم نشوفها ايجابيه. نعم. بس مو غلط نذكر بعض المخاطر اللي ممكن تواجه الناس اللي مهتمين بشراء العقارات قيد الانشاء، واكيد في ناس بتواجه بعض المخاطر، وايش تنصحهم للحد منها؟ والله شوفي، أنا اليوم شايف شغلة جديدة عند المطورين، وهي كانت من المشاكل القديمة، إنه اليوم الواحد من كثر ما بسمع عن العقارات بترتفع بيكون عنده مبلغ، المبلغ هذا مثلاً بيكفي العقار واحد أو عقارين، بيروح بيشتري خمس عقارات كمشتري. وبفكر إنه أنا بعد ست شهور حبيع، ما هو ما في هذا من السحر، هذا استثمار. ما في اليوم، أنا اليوم بفتح محل أو بفتح مطعم أو كوفي شوب، ما في إيش اسمه بعد ثلاث شهور أنا حيجيب لي عائد، ممكن أصبر سنتين وأدفع من جيبتي لحد ما تجيب لي مبلغ وتجيب لي اللي هو العائد من كاستثمار. فأنا ما لا يعقل اليوم إنه إذا صارت مرة مرتين ثلاث أربعة خمسة إنه حد اشترى عقار وبعد شهرين باع أو ثلاث شهور وعمل مبلغ كبير، معناها أنا اشتريت خمس عقارات اليوم حستفيد فيهم. هذه المخاطر اللي بتصير عند المشترين، إنه لازم إحنا كشركات عقارية لازم نعمل توعية للموضوع هذا، إنه أنت اليوم لازم تكون على ثقة إني أنا اليوم استشاري لك، أنا مش بروكر، أنا مش واحد جاي ياخد عمولة ويطلع، مستشار، أنا مستشار زي المهندس زي الطبيب. أنا اليوم معاي رخصة عقارية من بلدية أبو ظبي، أنا مؤهل إني أكون معك اليوم. لازم نصيحتي إله اليوم إنه أنت عندك المبلغ بكفي لشقتين، خد شقتين. لأنه أكبر غلط اليوم إني أشتري اليوم وأجي للدفعة الثانية ما عندي أدفع، وأنت موقع عقد بنص إنه إذا ما دفعت الدفعة الثانية هتخسر. فهذا الخسارة بتأثر على السوق العقاري اليوم. بس إذا اليوم أغلب المشترين 80-90% عندهم الدفعات لغاية التسليم، أنا بضمن إنه ما يصير في أي خطأ في السوق العقاري. اليوم لقيتها عند المطورين، إنه صار المطور اليوم يطلب المعلومات في الكي واي سي ويعرف قديه الراتب أو قديش أنت المبلغ اللي بدخل عندك. إذا شافوا إنه المبلغ ما راح يناسبه مع سعر العقار بيرفضوا الموضوع. وهي شغلة ممتازة جدا أنا شفتها عند الدار العقارية وعند أكثر من مطور في أبو ظبي. طب هل ممكن يتعرض المشتري لأنه المطور ما يسلم العقار في الوقت المناسب؟ وهل في إشي بيحميه؟ لا، هو ما في هاي الحالة، وما في هاي، ما في هاي الكيف. التنظيم اللي موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة زي ما حكيت لك أتوقع مش موجود في أي دولة في العالم. اليوم في عندنا حساب ضمان. المطور اليوم مجرد ما يطرح المشروع وينزل عند بلدية أبو ظبي وتوافق عليه البلديه، طبعا ممكن البلديه تعمل عليه تعديلات تقول له هذا السايز اللي انت عامله الاحجام هاي ما بتناسب، بعد ما تصير الموافقه في حساب الضمان، لازم يفتح حساب الضمان في البنك، اسكرو اكاونت، ولازم يودع 20% من قيمه المشروع. الميزه في الموضوع انه المبالغ اللي باخذها من الزبون هاي ما بتروح للمطور، بتروح على حساب الضمان. فانا حميت المشتري اليوم انه الدفعات تمشي على هوا الكونستراكشن اللي صاير. فانا اجيت للكونستراكشن للدفعه الثانيه ما كان المطور واصل لنسبه الانجاز، البلديه بتوقف عنه الدفعات، ما بستمر عندهم فلوس، فالمطور بيضطر انه يمشي على الارقام عشان يوصل لمرحله عند التسليم ما يتاخر. اخر شيء عندنا سؤال، ايش النصيحه اللي بتقدمها لاي حدا بده يشتري عقارات جديده بابو ظبي؟ النصيحة الأولى إنه يشتري، هذا قبل أي شيء. النصيحة الثانية قيد الإنشاء. قيد الإنشاء، نعم، وعلى الأغلب قيد الإنشاء اليوم إذا أنا ما بدي يعني أوصل، ما هو اليوم اللي بيشتري قيد الإنشاء عند التسليم حيجي واحد اليوم شافنا وسمعنا ويشتري منه ويربح. فأنت ليش ما تكون الأول؟ الأول اليوم أنت لما تشتري عقار وتحافظ عليه وتصبر عليه، شوف المبلغ اللي حيجيب لك إياه والأرقام والعوائد اللي حتطلع من وراء العقار. نصيحة اليوم، يختار الاستشاري بعناية وما يشتري من الاستشاري على هوا الكلام. اليوم الاستشاري المشاريع كلها موجودة، البروف على أن الأسعار ارتفعت. أنا ممكن أورجيك عقارات عندي أسعار من 2015 استلمتها من المطور، نفس العقار اليوم الدبل والتربل بالبرايس.
لازم يختار الاستشاري ويفهم الهيستوري تبعت المنطقة. أول مرة إذا عرف الهيستوري تبعت المنطقة بتلاقيه كل مرة بيشتري بنفس المنطقة أو المنطقة الثانية أو الثالثة. أنا لأنه أغلب الزباين اليوم ما شاء الله في أبو ظبي وصلت إن نسبة الانترناشنال زباين حوالي 40-50%، وهي ميزة عالمية ترى. إنه اليوم أنا عندي وين ما أروح أي دولة في العالم في سوق العقارات في ترس الناس بيشتروا. فهي النصيحة إنه الناس اليوم تشتري، التردد في عدم الشراء هذا بالآخر خسارة مش ربح. وأكيد زي ما ذكرت إنه بالسنين الجاي أنت بتشوف إنه سوق العقارات في أبو ظبي رح يضرب على الفيوتشر بلان اللي معمولة في أبو ظبي. أنا حكيت لك بعد 3-4 سنوات هتكون صعب تشتري عقار في أبو ظبي، إنه ما شاء الله التنظيم والترتيب اللي موجود في أبو ظبي بعد 3-4 سنوات. طبعا في شغلات كثيرة حتبين، في مشاريع كثيرة كمان قيد الإنشاء، في مرافق كثيرة قيد الإنشاء، هاي حتعطي قيمة وحترفع أسعار العقارات في أبو ظبي يمكن إذا مش الدبل التربل كمان. هل في مشاريع جديدة تم الإعلان عنها مؤخرا تحب تحكي لنا عنهم غير السعودية؟ يعني أعطيك 23 المشاريع اللي طلعت، 24 فنحكي الحديريات ما شاء الله، التلال اللي موجود هناك، المنطقة، ترتيب الفلل، نظام البناء فيها، شغلة جديدة في أبو ظبي يكون أنا بيتي على التلة وكاشف البحر من جميع الجهات. في جزيرة السعديات عندك المشروع، آخر مشروع البالم، بالم سعديات، بناية فيها 44 شقة، خيال يعني. تخيل أنا عندي بناية عندي 44 جار فقط. شوف التميز. الارت هاوس، الثلاث بنايات عاملين فيها السكاي فيلا فوق البنت هاوس، رهيبة. الشيء الجديد في أبو ظبي اليوم البنايات صاروا يعملوا سوينج بول فوق. آخر شيء انفينيتي على الروف توب. عندك المشاريع اللي نزلت لبلوم العقارية مثلا في مدينة زايد، هذه حيعملوا مدينة كاملة متكاملة مع بحيرة صناعية في الوسط. مشاريع كثيرة نزلت في أبو ظبي، مطورين جديد دخلوا على السوق في أبو ظبي. حكيت لك عن مدن الدار، إمكان المشروع اللي بين أبو ظبي ودبي جرف، مشروع خيال، جابوا شاه ريزيدنس من إسبانيا موجود بمنطقتين في العالم في إسبانيا وحيكون في الإمارات. هاي الميزات هي اللي بتعطي مور تراست للزبون انه يجي يشتري في ابو ظبي. صح، وقيمه اكبر كمان. قيمه اكبر بكثير. اليوم المشاريع هاي كلها، اليوم انا اذا حبيت اسكن في منطقه وسطيه بين دبي وابو ظبي عند الجوف موجود وعندي بحر، يعني البحر والميزات هاي بتعطي قيمه اعلى للزبون، بتريحه اكثر. انا مش شاري مثلا منطقه بعيده بعيد عن كل شيء، لا الخدمات، لا انا على البحر موجود، بلس انه في جزيره حيكون فيها منتجع صحي زي شاه كمان اسم كبير. صح، دار العقاريه جابت اسماء كثيره، يعني طرحت مشروع في ياس اسمه سماياس شيف من لندن. صارت البراند اللي موجوده تنزل في ابو ظبي تعطي ميزات اكبر للمشاريع، وينربط اسم المطور مع اسمها على اساس. مشروع ريفا نزل اخر فتره 145 فيلا، مشروع جدا رائع على القناه المائيه. فكره انه انا فيلتي لها مرسى قارب امام الفيلا، انا بحكي لك الشغلات. اليوم انا بدور على فيلا على البحر مع مرسى قارب، ما عندي الا مشروع او مشروعين فوق. هذا بعطي قيمه، لان انا اليوم اذا بدي اشتري بدي اضطر ادفع زياده لان انا ما اشتريت اوف بلان. صح، بدي فيلا على البحر بروح احد السعديات. الفيلا في احد السعديات 2021 كانت ب 20 مليون 7 غرف، اليوم 70 مليون. ممشى السعديات نفس الشيء، بدي شقه على البحر المفتوح، ما عندي لممشى السعديات. ممتاز، شكرا كثير لك احمد. شكرا لك. شكرا كثير لكم. وصلنا لنهاية الحلقة لليوم مع أحمد أبو سنينة من شركة ميرا العقارية في أبو ظبي. إن شاء الله تكونوا أنكم استفدتوا بالمعلومات اللي أعطيناكم إياها عن سوق العقارات قيد الإنشاء في أبو ظبي، ومنشوفكم بحلقة جاي. شكرا. You're listening now to the Real Estate Lab with Beaut.